حاضر اسف. تاكل. اي نعم مرحبا. بعدين يبيك سيفه. حاضر. ايوه مبروك ايش دافيه. الله يبارك فيك. مبروك مبروك مبروك. الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. مبروك مبروك. بمعنى اللي جل ما دام. اي نعم. يقول الظان طاد بالانقاض عليه سلوك والله اجدابي. عليه سلوك والله اجدابي. والله سلوك واتي راهي ما عندها مشكله. الحمد لله الحمد لله. نبغيك تتصل بالهلك اللي حول قاعدة جمال عبد الناصر. اي نعم. هذه لازم يسكروها ما يخلوش اي طائره تطلع منها. احتمال مره فعل. لان في طائره غارت اليوم. اي نعم. احتمال ان هي طالعه من بنينه ولا طالعه من لا من بنينه. زعموا؟ لا من بنينه مؤكده، فقلت لاحمد عليها. كان من بنينه لازم حد احنا ينقصوها نقص المطار والا فدائيين من عندنا لازم يهاجموا انا نحاول نتصل بفتح الكيلاني بهذا الجهد توا. اي فتح الكيلاني كان يكلم في ابو بكر. كان يكلم ابو بكر. اي قال انا قاعد قال المريض وقاعد في البيت وخلاص. لا غير يعطينا الموقف بس شنو الوضع كيف سيب الوضع اخر وضع عنده بس. قال ما الخبر كله قال اللي ابو بكر ما عندهش قال ما عندهش حاجه. قال اعطوها لي واحد اخر فنوش والله مش عارف منه القاعده. قال انا قاعد في البيت وخلاص. قال اتصل بجنودك وضباطك اللي تعرفهم يعطلوا الطائرات هذين ويعطلوا المطار والا اللي يطلع بطائرة يجي ينزل عندنا هنا. قال لي كلام كيف هذا يعني. لكن احنا لازم يكون عندنا عناصر غادي. قال له بالنسبة لعبد الناصر ما طلعتش حاجة، بالنسبة لعبد الناصر قائد السرب واحد نعرفوه اتصلنا به. ايه. محمد منفور، عقيد محمد منفور. ايه. وفي وليد أخرى لنا اسمه عقاب المهدي حتى هو. ايه. اتصلنا به وقلنا لهم تعيق أي عندهم ثلاث طيارات هم. قال أول حاجة ما يقدرش يوصل لجدابية الطيارات عندنا. الحاجة الثانية ما يقدرش يطلع في الليل. عرفت واضح أن تعبان وإلى آخره. قلت لهم أنا ودي يطلع في الليل ويطلع في النهار. يلا ديروا عركة قدام الطيارات ما تخلوش يطلع خربوهم خسروهم ديروا أي حاجة حتى حرقون حرق. أي طبعا عرفتني؟ أي فتو احنا ماشيين في هذا الاتجاه. تو نعاود نتصل به مرة أخرى هذا العقيد محمد منفور باش نتفاهم أنا وياه. هو حتى مسدس ولا كلاشنكو طلقة في طيارة يعطلها خلاص ما عادش يعطلها وحدين يجاروا بسرعة يضربوا الطيارات يعطلوها. بالضبط. لكن لازم كان عندنا عناصر ثورية غادي مطار بنينة لازم تعمل في شيء زي هذا. تو نبذل جهدي. ايه حاضر حاضر حاضر.